السلام عليكم. في قصة إدارية طريفة ومؤلمة بالنسبة لي. طبعا دراستي في الولايات المتحدة تقريبا السنة الثالثة والرابعة في الجامعة، كان عندنا أحد الدروس في برزنتيشن اللي هي تقدم خطبة ما يعادل 10 دقائق بخبراتك وكيف استفدت، ملخص يعني. طبعا أنا أحد أعمالي اللي اشتغلت قبل ما أروح لأمريكا اشتغلت معقد، وكان متعب صراحة. أتذكر إني أروح للبلدية ومن إدارة لإدارة ومن مكان لمكان. أثناء اخترت أنا، طلبت من المدرس إنه تكون إلقائي آخر واحد عشان أخلص. عاد بدوا يطلعون يعني الطلاب والطالبات، والكل يلقي عن خبرته، اللي يشتغل في بنك، واللي يشتغل في المالية، واللي يشتغل في مطاعم السريعة من ماك وهات بيتزا، واللي يشتغل بالطيران، واللي اشتغلت مدري في إدارة مستشفيات. جاء دوري، كلن يخلص 7 دقائق 8 دقائق يخلصون. قلت أنا خلاص يمكن 4 دقائق يقول لي يلا راح. أنا هي تعتبر اختبار. طبعا رحبت وبديت ألقي الخطبة كمعقب، وكيف إني متحمس، أنا كيف إني أروح أستيقظ باكر ويكون حضوري قبل حضور موظفين الحكومة، وأمسك الملف والأوراق، وكيف إني أبتسم موظف حكومة ولا قال لي كلمة رح ود هذه وقعها فوق وتعال ابشر، ولا قال لي بعدين خلص أسأله بأدب ودبلوماسية متى يا طويل العمر. طبعا باللغة الإنجليزية يعني I'm using very respect word عشان ما يعطلون. أشوفهم عيونهم كذا مفتحة، أعزز ثقتي إني لفت انتباه، وهذه هي الخطبة، إنك تأثر بالمتلقين يعني. قلت يا سلام. كان البروفيسور سألني، قال لي Why you do their jobs؟ لماذا تعمل عملهم؟ لماذا تقوم بعمل عملهم؟ سؤال. قلت هذه طبيعة، لازم نعمل هذا العمل حتى ننهي أعمالنا مع الوزارات، نعقب. قال لا، أنت تعمل عملهم. أنت يفترض من وزارة التجارة تقابل شباك واحد، تعطيهم، يعطيك الموعد، بعد ساعتين تستلم، يروح خلص من وزارة هذا It's not your jobs. على العموم بلغته هذه جزء من عملنا في القطاع العام، لازم نتابع ونعقب. تخرجنا، اشتغلت في البنك. أول ما أتذكر جيت الفرع بالبنك، جاني واحد قال ترى هذا رصيد جيد. قلت هذا وين يشتغل؟ تعرف عادة رصيد جيد يا مستثمر عقاري، يا مستثمر في الأسهم، يا مستثمر بأي قطاع. قال هذا أمير المعقبين. يوم قال لي أمير المعقبين ناظر رصدته، والله فعلا يجني فلوس، عنده كم شركة وعنده كذا وكذا، ولو دخل علي نافش ريشه. قلت الله يا الدنيا، أنا رحت تركتكم
ولا كان في تسميات ملك المعقبين وأمير المعقبين ومدري تسميات صاروا حتى المعقبين. قلت وينك يا بروفيسور، تشوف وين تطورنا؟ لذلك هي لما واحد يبني خبرة في عمل في دول ثانية، هذه الخبرة لا تساوي شيء، تعتبر مضيعة وقت ولا تضيف في إمكانية الشخص إداريا، لأنها مبنية، ما مبنية على سيستم، ما مبنية على نظام. وهذا هو، بس حبيت أشاركه بالطريقة، وتقديري واحترامي للمعقبين، والله يرزق الجميع. السلام عليكم.